النور بنور وجهك إنما حسن الوجوه ملامح الإيمان. تقديرا لجهودهن المبذولة في مجالات عدة، نظمت مديرية الثقافة وفرع اتحاد الكتاب العرب وجمعية صفصاف الخابور الثقافية حفل تكريم في المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة، شمل عددا من رائدات الثقافة والمجتمع على مستوى المحافظة. رئيس مجلس إدارة جمعية الصفصاف الثقافية أحمد الحسين أكد أن للتكريم دلالته الرمزية المهمة، فمن خلاله نستمد عزيمة الأمل ونعزز روح الانتماء للوطن والأرض. هذا التكريم يأتي تعبيرا عن تقدير ذوي العطاء الذين قدموا لهذا المجتمع، وهو في حد ذاته يشكل حافزا للأجيال الشابة لكي تبدع وتعطي. في ذات الوقت التكريم بحد ذاته هو قيمة حضارية يقال فيها لمن أعطى وأبدع أن هذا المجتمع يقدر له ما أعطى. المكرمات أكدن أهمية المبادرة التي تشكل حافزا إضافيا للإبداع والتجدد وتقديم الأفضل لوطن يستحق المزيد في مختلف المجالات والميادين. هذا التكريم شيء رائع جدا، هو يعطينا حافز ودافع للاستمرار في الكتابة بمحافظة الحسكة، بحاجة إلى من يشجع المبدعات فيها. نساء رائدات، هذا الاسم لوحده يكفي أن يكون دعم كبير للمرأة وتشجيع على القيام بعملها على أكمل وجه والاستمرار بالعمل اللي تقوم به. كان تكريمي لدوري في الشعر والأدب عموما، فأنا أكتب الشعر والرواية، وترك هذا التكريم أثرا كبيرا في روحي يدفعني لأن أقدم أكثر وأن أبذل أكثر. وفي ختام الحفل تم تقديم الدروع التذكارية وشهادات التقدير للمكرمات، وهن جازية الشيخ علي وإيفيت تانو وهدى يونان والدكتورة سمر الصومعي ونورة خليف ومنى السيد حمود وفاطمة الشيخ وفاطمة العطلة. أحمد الحمدوش لإخبارية السورية الحسكة.